السلام عليكم. بون، معنا هذا الاكزوم الباك 2013 تاع مقاومة المواد. هنا قال لك ما نوع التأثير الذي يخضع له العمود 10؟ هذا هو العمود 10، صح؟ هنا قال لك العمود، ما هو نوع التأثير الذي يخضع له كل من العمود 10 والخابور 11؟ هذا خابور 11. ب قال لك إذا علمت أن سرعة دوران العمود 10 تقدر ب، نعطيه لنا 1500 تور بار مينيت، وقطره يساوي 22 مليمتر، والاستطاعة تاعو هاوليك وعطيه لنا 1 كيلو وات. وطعنا قياسات تاع الخابور، هنا الأ هذا كيما نقولو العرض، هذا الارتفاع، والآل الطول، صح؟ هنا قالك واحد احسب مزدوجة المحرك سي تي، قالك اعطيني الجهد المماسي تي، وقال لك اعطيني مقاومة تطبيقية لقيمة دنيا لمقاومة الانزلاق ار بي جي، صح؟ اول حاجة نروحو السؤال الاول، قال لك ما نوع التأثير الذي يخضع له كل من العمود، صح؟ هنا لو كان تلاحظ هذا محرك، هاوليك محرك، هذا هنا هاي في حالة السكون حابس، ومن بعد غير نشعلوه هنا كاين خابور، خابور لاصق فيه هذا المسنن، غير نشعلوه كشغل يدور هذاك المحرك العمود، كي يدور يدور معنا هذه المسننة، مع الوقت هذا هذيك شغل عندها رد فعل، هذيك شغل تدور هاك، وتاع الخابور اللي تشدك شغل عندها رد فعل، اي قوة عندها رد فعل، كي تدور هاك اخرى عندها رد فعل. دونك الخابور اللي صرالو القص يتقصص، يتقص الخابور، والعمود يتعوج. باسك ايماجي هاوليك هذه المسننة، هذا العمود، وهنا مثلا عندنا الخابور تاعنا، كي يدور هذا العمود مع الوقت يتعوج، وهذه تتقصص في الوسط. دونك واش يصرى لهم؟ عندنا العمود 10 واش كنا، كنا يصرى له يتعوج، استادير يولي ملتوي، باللغة العربية نكتبو التواء، التواء بسيط تحت تأثير الالتواء. ما نوع التأثير تحت تأثير؟ تأثير الالتواء البسيط، صح؟ والخابور قلنا يصرالو القص تحت تأثير، تأثير القص البسيط، صح؟ هذو زوج كيستيون جاوبنا عليهم. نروحو للدوزيام، قالك إذا علمت أن سرعة دوران المحرك ولا دوران العمود 10 تقدر ب، هاليك عطانا السرعة وعطانا القطر تاعو وعطانا الاستطاعة، قالك احسب لي مزدوجة ال اسمها مزدوج الحركة سي. سي عندنا شحال من القانون تاعو؟ سي اللي نقدروا نجبدوا منه، سي عندنا سي يساوي سي، عندنا القانون الاول هو سي يساوي القوى، هنا واش عطينا عندنا تي ولا اف ولا مهم، قوى مثلا تي، تي فوا نصف الذراع تسمى فوا دي سير دو، تي في الدي على 2، ولا نديرو تي في الار، هذا قانون الاول، صح؟ صح. هنايا في الاولى موش عطينا التي، هنا في الدوزيام قالك احسب، هو عطينا الدي وقالك اعطيني السي، تما هذا القانون ما خدموش به. عندنا قانون واحد اخر اللي فيه الاستطاعه وفيه السي، عندنا البي يساوي سي فوا اوميغا، اوميغا اوميغا نعرفوها، اوميغا اللي هي البي ان سير 30، البي بي هذه، بي
فوا لا فيتاس اللي هي ان سير 30 على 30. هذه عندنا الاوميغا. دونك هنايا من القانون هذا واش نجبدو؟ هذه عندنا وهذه نعوضوها بالتاحة وعطينا لا فيتاس. هذه كيما راهي نعوضوها هنايا ونخرجوا السي. دونك هنايا نفسها نعوضوا الاوميغا هذه واش يساوي؟ هاي ليك بي ان سير 30 تولي فوا فوا تولي لنا السي ضرب البي في الان على 30. هذه عندنا البي 3.14 الان عندنا و30 عندنا. خرجوا السي واش يساوي؟ خرجوا السي واش يساوي؟ هنا الضرب بيناتهم. دونك هذه 30 تطلع هنايا والبي ان تهبط هنايا. دونك واش تولي لنا؟ تولي لنا السي سي ايغال سي ايغال 30 ضرب بي على بي فوا ان على بي على بي ان. والبي نكتبوها باسكو ما عنديش الرمز تاعها في الكلافي. فوالا هذا القانون دوكا اللي نجبدو منو السي. صح نشوفو البي شحال راهي. البي راهو عاطينا ان كيلو وات، واحد كيلو تسمى الف. دونك يساوي يساوي 30 ضرب 1000 على الان البي اللي هي 3.14 ضرب الان. الان شحال راه عطيها لنا؟ عطاها لنا 1500 ضرب 1500. صح نعاود نديرو الخط تاع الكسر. فوالا نروحو هنايا ديرو 30 ضرب 1000 يساوي 30000 تقسيم 3.14 يساوي تقسيم 1500 يساوي خرجت لنا 6.36. وهنا راه كاين 9 مرهم دونك نديرو 6.37. 6 سي إيغال 6.37 37. دونك الوحدة متر نيوتن متر ولا نيوتن متر. نكملو قلنا الوحدة نيوتن متر تاع مزدوجة المحرك. انا قينا السي دوكا واش قلنا؟ قلنا حسبوا لي الجهد المماسي تي. تي منين نجبدوه؟ السي راهي عندنا او القانون هذا اللي عندنا السي ايغال تي فوا دي سير دو. تي ايغال دي سير تي فوا دي سير دو. دونك تي منين نجبدوها؟ اثنين هذه تطلع هنايا ودي هذه تهبط لهي. دونك واش تولينا تي؟ تي تي ايغال 2 فوا فوا سي سير دي. ولا هذي تقدروا ديروها ار باسكو سي دي سير دو ايغال ار. صح هذي وكان نجبدو منها تي. هذا قانون. صح السي رانا لقيناها هاي ليك والدي هاي ليك. الدي هاي ليك الدي عطيها لنا 22 مليمتر. دونك نعوضو برك. اول شي نديرو تي ايغال تي ايغال 2 ضرب سي لقيناها 6.37. الوحدة راهي هنا بالمتر وهنايا مليمتر. قلنا هنا كنجي تشوف هنا
راهي نيوتن متر، والهي راهي والدي هنا راهي مليمتر. دونك هنا عندنا وحده فيهم نبدلوها، دونك نديرو ضرب ألف على الدي، الدي اللي هي 22. دونك عندنا 6.2 ضرب 6.37 ضرب 1000 تقسيم 22 يساوي هاي ليك 579.09 الوحدة نيوتن باينة، باسكو هادي فورس. نديرو الخط برك تاع الكاسر، فوالا تي قالك عطيني تي. دونك شحال لقيناها؟ تي ايكال تي ايكال لقيناها 709 590 فاصل 09 قلنا الوحدة نيوتن، حنايا نتأكدو فاصل 9 نيوتن. هاي والله انا لقينا تي صح. واش قال لك؟ قال لك عطيني مقاومه تطبيقيه لقيمه الدنيا الانزلاق ار بي جي. هنا واش يصرى؟ هنا كاين خابور، هنا كاين يتسمى كاين القص. مادام كاين القص دونك نخدمو بالطو، طو اقل او يساوي ار بي جي، هذا قانون. والطو واش يساوي؟ هو قوى على مساحه، قوى على مساحه. القوة تاعنا راهي تي، دونك عندنا تي سور اس، تي سور اس صح. هنا عندنا خابور، ما عندناش مثلا هنا عندنا مساحة تاع خابور. خابور عبارة عن مستطيل، خابور مستطيل، دونك الاس تاعو ندو الطول في الأرض، ما يهمناش الارتفاع. تسمى ندو الـ A والـ L، بـ هذا ارتفاع. دونك عندنا T إيكال يساوي T سير الـ S اللي هي طول، هي A والـ L، تسمى 6 في 15 هي المساحة. 6 ضرب 15 أقل أو يساوي RPG. هو قالك عطيني RPG و T رانا حسبناها، دونك نحطوها ديريكت هذه لا فالور تاع T. هاديك T و هنا RPG تبقى RPG فوالا. دوكا نحسبو واش عندنا. عندنا 579.09 يساوي تقسيم 6 تقسيم 15 يساوي، خرجت لنا 6.43 الوحدة باينة نيوتن سير مليمتر او كاري. دونك عندنا ار بي جي هنا اقل او يساوي، دونك ندوها ديريكت او يساوي. دونك عندنا ار بي جي ايكال 6.43 الوحدة نيوتن مليمتر وكاري. هذا هو الاكزو تاعنا تاع اليوم. قلنا نوع التأثيرات انا درناهم، قالك عطيني السي جبدناها من القانون هذا، من بعد جبدنا له تي من القانون هذا. ها ليك كيفاش جبدنا تي،
بعد رمبلاسينا هنا عطينا له الار بي جي. هذه هي. السلام عليكم.